أحبتي، هنالك ملاحظات مهمة لنجاح الغرابية معكم سوف أذكرها خلال الفيديو جميعا، فالرجاء متابعة الفيديو حتى النهاية حيث أن مدة الفيديو لا تتجاوز الربع ساعة. تحياتنا. سعد الله صباحكم أصدقائي أينما كنتم، معكم أنخيلا، أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أولا أميغوس، Estoy con ustedes Ángela de Turquía. Nuestra receta de hoy es galletas de mantequilla con sabor a coca y naranja. Está lista en YouTube ahora y preparada para mí. Soy Ángela. هاي أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا أنخيلا من تركيا. وصفتنا لهذا اليوم هي الغرابية بجوز الهند ونكهة البرتقال. إعدادي أنا أنخيلا. الوصفة أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية. يمكنكم تقديمها إلى ضيوفكم وأحبتكم وفي مناسباتكم السعيدة مع الشاي والقهوة الساخنة. جعل الله أيامكم كلها أفراح ومسرات معنا وعلى قناتنا. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الغرابية معي أنا أنخيلا. باموس. والآن إليكم المقادير: كوبين من طحين الحنطة الصافي، واحد كوب جوز هند للعجن، وربع كوب للوجه، 10 جرام من البيكنج باودر، 4 إلى 5 ملاعق حليب بدرجة حرارة الغرفة، 3 أرباع أو كوب كامل من السكر الخشن، 250 جرام من الزبدة أيضا بدرجة حرارة الغرفة، 1 رشة خفيفة من الملح. هنا أنا اخترت أن أضع قطرات من نكهة البرتقال. الخيار لكم، بإمكانكم وضع قطرات من الفانيليا أو الهيل. ها هي جميع مقاديرنا. طريقة العمل: ها هي الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، قالب كامل من الزبدة، سأضع له السكر وأبدأ بخلطه هكذا. ونستمر بالخلط حتى تعطينا الزبدة كالكريمة، الزبدة مع السكر. الآن وبعدما أصبحت الزبدة مع السكر كالكريمة، سأضع لها قطرات من روح البرتقال. وأعود الخلط
بعد ذلك سأضع لها الطحين هكذا بعد نخله. هنا أنا أنخل الطحين ولكن نخالته لن أرميها فنحن بحاجة لها، ونخلت الطحين السبب كان لإدخال أكبر كمية من الهواء داخل جزيئات الطحين. الآن سأبدأ بخلط المواد والمكونات مع بعضها هكذا. سأضع مبروش جوز الهند أيضا ونستمر بالخلط. ها هي عجينتنا. الآن سأضع لها البيكنج باودر. هنا سأستخدم 5 جرام فقط من البيكنج باودر وليس 10. وأعاود عجن المكونات مع بعضها مع وضع قطرات من الحليب. أضع بما يعادل من 4 إلى 6 ملاعق طعام من الحليب وأستمر بالعجن حتى تصبح معي عجينة قابلة للتشكيل. هكذا يبدو معنا شكل العجينة. أترون؟ أتركها لمدة ربع ساعة ترتاح من يدي وبعد ذلك سأرجع لتشكيلها مع مراعاة توطيتها هكذا. وبعد مضي 15 دقيقة سأبدأ بتشكيل العجينة. جهزت جوز الهند المبروش وجهزت صينية الفرن وضعت فيها ورق الزبدة. سأبدأ بتشكيل العجينة. أخذ حبة العجينة بكبر حبة الجوز أي عين الجمل هكذا. بعد ذلك سأضعها في طبق جوز الهند أضغط عليها براحة يدي هكذا ومن ثم
أضعها في صينية الفرن بهذا الشكل ونكرر العملية. على أن نترك مسافة ما بين الحبة والأخرى ونستمر. هكذا يبدو شكل العجينة بعدما شكلتها، أعطتني 32 قطعة. الآن سأضعها في الفرن على أن يكون الفرن حار مسبقا. والآن وبعدما أصبح الفرن ساخنا سأضع الصينية فيه بدرجة حرارة 180 درجة مئوية، الرف الوسط، الشعلتين هكذا. بعد مرور 30 دقيقة أي نصف ساعة سأرفعها من الفرن فقد نضجت. كذا يبدو شكلها بعد إخراجها من الفرن أي بعد مرور نصف ساعة. هنالك ملاحظة مهمة جدا، انتبهوا إلى حرارة أفرانك فربما تحتاج إلى 20 دقيقة فقط. أما الملاحظة الثانية فلا يتم وضعها في طبق التقديم بعد رفعها من صينية الفرن إلا بعدما تبرد تماما، ومراعاة أيضا عدم وضعها في مكان رطب لأنها ستمتص الرطوبة، وضعها في مكان جاف. هذه الملاحظات مهمة جدا، وسوف أريكم في الفيديو القادم كيفية حفظ الغرابية ولمدة شهر كامل. تابعونا. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy, galletas de mantequilla con sabor a coco y naranja, preparada para mí. Soy Ángela. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم الغرابية بجوز الهند ونكهة البرتقال من إعدادي أنا أنخلة قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا أي من خلال اللايك والشير وسبسكرايب. كما وأن هنالك ميزة استحدثها اليوتيوب هي ميزة تشكرات بالعربية أو ثانكس باللغة الإنجليزية موجودة أسفل هذا الفيديو، هي عبارة عن دعمكم للقناة من أجل تقديم الأفضل دوما. كل الشكر والتقدير لمن سوف يساهم في دعم قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا.
أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اكتبوه لنا في قسم التعليقات، سيتم الرد عليه بنفس اليوم. ننتظر تعليقاتكم الجميلة على قناتنا. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من تركيا. استودعكم الله وأحبكم كثيرا، ومع السلامة. أديوس.